والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج النص الحلو. موضوع حلقتنا النهاردة عن إدمان المواقع الإباحية ومدى تأثيرها السلبي على العلاقات الزوجية والأسرية. الإباحية الجنسية هي صناعة غربية من الدرجة الأولى، صناعة بتتعارض وتتناقض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الشرقية. ومع ذلك استهلاك المواد الإباحية في منطقة الشرق الأوسط بيعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم كله، وبقى سبب من ضمن الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لزيادة نسبة الطلاق، وخصوصا في السنوات الأولى من الزواج. هل الموضوع بيقتصر بس على الحلال والحرام؟ ولا فعلا المواقع والأفلام الإباحية بتؤدي لتدمير نفسي وبدني للعلاقات الزوجية والأسرية؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله مع دكتورة عبير طلعت، استشاري علاقات زوجية وأسرية وأخصائي صحة نفسية. تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا الكريمة إن شاء الله بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واستقبلنا ضيفتنا الجميلة دكتورة عبير طلعت، استشاري علاقات زوجية وأسرية وأخصائي صحة نفسية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا غالي. أهلا بيك، منورانا ومشرفانا. ده نورك حبيبي. زي ما قلنا كده في المقدمة يا دكتور، إن استهلاك المواد الإباحية في منطقة الشرق الأوسط بيعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم. تمام. حضرتك ممكن تقول لنا إيه هو أصلا أسباب يعني إدمان وانتشار المواقع الإباحية بالشكل ده؟ اولا خليني اقول لك ان هو ده اللي حذرنا منه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لما قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. هو ده بقى الفتنه والفساد العظيم، تاخر سن الزواج للشباب. المجتمع بقى يحط معوقات كبيره جدا جدا قدام الشاب وهو جاي يتجوز، فبالتالي خلق عنده نوع من انواع المبررات الوهميه. انا مش قادر اتجوز، انا ما عنديش امكانيه ان انا اتجوز، يعني هو انا اللي هتجوز ولا هعمل؟ انا ما بضرش حد، انا بقفل على نفسي الباب في سرية تامة، خصوصية تامة، محدش بيعرف عني حاجة، ما بعملش علاقة فيها زنا أو علاقة فيها طرف آخر، فبالتالي أنا مش حرام عليا. إن ربك غفور رحيم. وناسي برضو إن ربك لشديد العقاب. ونسي برضو وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سهولة التناول اللي وفرها الإنترنت بقت مخلية المحتوى ده في إيد أي حد. لما اقول لك مثلا يا غادة احصائيه كده، عارفه شاشه التلفزيون اللي احنا فيها دي عشان توصل مثلا ل 50 مليون مستخدم قعدت حوالي 20 سنه. لما جه الكمبيوتر وكان احدث شويه عشان يوصل ل 50 مستخدم واخد حوالي 14 سنه. لما جت بقى نزل تطبيق الفيسبوك اخد حوالي 9 سنين. المواقع الاباحيه في خلال 19 يوم بس وصلت ل 50 مليون مستخدم. 19 يوم بس. وده كل وانت بتقولي انها كمان صناعه غربيه. وبرده سيدنا النبي على فكره قال لنا كده، قال ان احنا هيجي علينا زمان هنتابع فيه سنن من قبلنا من الفرس والروم، حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. يعني احنا هنقلدهم في كل حاجه. يعني لما اقول لك ان امريكا لوحدها بتنتج حوالي 89% من افلام البورنو، بتنتج كل نص ساعة فيلم، بتصرف حوالي 100 بليون دولار على الأفلام الإباحية، وفي الآخر إحنا أكبر نسبة مشاهدة. الشرق الأوسط والبلاد العربية هي أكبر نسبة مشاهدة، إحنا أكتر شباب بتتدمر من المواقع الإباحية. طب يا دكتور، إحنا بنشوف دلوقتي إن أغلب الإحصائيات بتقول إن أغلب الشباب بمعنى أصح بيدمنوا المواقع الإباحية قبل وبعد الزواج. هل الموضوع هنا بيقتصر بس على الحلال والحرام، ولا فعلا المواد والأفلام الإباحية ليها تأثير وضرر سلبي على الشخص وعلى برضو علاقته بمراته بعد الزواج؟ بصي، ربنا قال ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال برضو كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. العلم الحديث والدراسات الحديثة أثبتت أن الموضوع مش موضوع حلال وحرامه بس، ده قالوا أن في كمان تلف بيحصل في المخ بسبب الأفلام الإباحية. وأن الخلل اللي بيحصل في المخ نفس الخلل اللي بيحصل للشاب اللي بيدمن هيروين وكوكايين، نفس الخلل بالضبط في الدماغ. إيه بقى التأثير والخلل أو الضرر اللي بيحصل؟ بصي هقولك، أنا عندي في المخ حاجة اسمها reward system، دايرة المكافأة أو دايرة المتعة.
دي بتشتغل على اي حاجه فيها متعه الانسان. اكلت ساندوتش حلو انا بحبه، جبت موبايل جديد، جبت عربيه جديده، خرجت فسحه، فبيبتدي هيفرز عندي ماده اسمها الدوبامين. تمام. هي اللي مسؤوله عن التحفيز، عن تحفيز السعاده. الهرمون ده بيفرز بليفل معين بشكل تدريجي بيناسب الحدث اللي انا فيه. تمام. بس اعلى ليفل بيوصل له اثناء العلاقه الجنسيه السليمه التي لا يتخللها اي احساس بالذنب، اللي هي من الاخر كده علاقه طبيعيه ما بين زوج وزوجه. تمام. بيقول لك حتى ان هي بتعادل ثلاث اضعاف ضربه الهيروين، يعني الولاد اللي بيشربوا هيروين وكوكايين عمرهم ما بيوصلوا للليفل ده. تمام. وده كيمياء ربانيه طبيعيه اتخلقت علشاننا. تمام. اللي بيحصل بقى لما بيجي المشاهد يتفرج على افلام الفورن دي، الدوبامين طبعا هو بيشوف صور متنوعه، اجسام مختلفه، اوضاع مختلفه تماما، فالدوبامين بيفرز بشكل عالي جدا 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 في المخ. فبيبتدي المخ، طب هعمل ايه بقى عشان استوعب الكيمياء اللي عليت عندي دي مره واحده؟ بينتج عندي ماده تانية اسمها دلتا فوسبي، اللي هي مسؤوله عن عمليه التكرار. تمام. بيحصل عندي حاجه اسمها بنج ميكانيزم، يعني المشاهد يبقى بيتفرج على اي محتوى بيجي قدامه، اي حاجه بيفتحها هو حاسس بالملل، حاسس ان هو زهقان لانه خلاص حافظ الحاجات دي كلها. الدوبامين بيحب التجديد، بيتبطل اصلا يفرز، خلاص انا حفظت الحاجات دي، فبالتالي يبتدي يدور على ليفل اعلى. بعد ما كان بيشاهد علاقه طبيعيه ما بين واحد وواحدة، ابتدى يتفرج على مجموعات، ابتدى يتفرج على حاجات شاذة، على شواذ، بيتفرج على حاجات فيها تعذيب للست. خلاص هو حاجات عمره ما كان يتخيل ان هو ممكن يتفرج عليها. تمام. هو كان ينفر منها قبل كده، بس هو دلوقتي خلاص الدوبامين ما بقاش يفرز الا بالليفل العالي اللي هو شايفه ده، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها تشويه القالب الجنسي. المخ يعني بيبرمج، المخ بيبرمج نفسه ان هي دي العلاقه الجنسيه. فانا بالتالي انا واحد، انا لما هتجوز هروح اجيب واحده بنت ناس جدا، خارجه من بيت اصول جدا جدا، بس اول ما هتدخل بيتي من اول يوم هتبقى شبه البورن ستارز اللي انا بتفرج عليهم دول. واصلا عايزه اقول لك ان البورن ستارز دول لما بيجي يتكلموا على الافلام الاباحيه بيقولوا ان الفيلم اللي انتوا بتتفرجوا مدته 10 دقائق بيتصور في ساعتين، في بلاتو مليان ناس كتيره جدا، مخرج ومصور ومعد، ناس كتيره جدا بتبقى موجوده، ونبقى شاربين مخدرات وشاربين خاضعين تحت تاثير المنشطات الجنسيه العاليه جدا، وعاملين عمليات تجميل وكريمات تفتيح وحاجات كتيره عشان تثير المشاهد. تمام. المخ مش فاهم ده، المخ مش مستوعب ده، المخ فاهم ان هو ده اللي هيحصل لي، هو ده اللي انا الليفل اللي انا هوصله لما اتجوز. لما بيجي يتجوز الدوبامين اصلا ما بيرضاش يتفرز، هو بالنسبه له انا شفت حاجات مثيره اكتر من كده، ما بيرضاش، خلاص الدوبامين وقف عنده، فبالتالي بيحصل له خلل في العلاقه الزوجيه. في ناس كتيره جدا بتصاب بالعجز الجنسي، وفي ناس بيحصل لها تكيف جنسي، خلاص العقل بيبرمج نفسه ان العلاقه الجنسيه بتساوي 7 دقائق، والسبع دقايق اصلا غير كافلين ان هم يدخلوا الطرف الثاني في العلاقه. هو بينسى ان في طرف ثاني اصلا معاه في العلاقه. تمام. لانه مش متعود على شريك معاه، مش متعود على شريك، هو خلاص هيأ نفسه ان هي الدنيا كده. طب يا دكتور ده تاثيره ايه بقى على الزوجه، او ايه الضرر اللي بيقع عليها من الموضوع ده؟ والله بيقع عليها ضرر كتير جدا. انا عايز اقول لك انا بتجيلي سيدات كتير في سن 22 سنه لحد 32، اكبر واحده فيهم كانت عندها 32 سنه، بتعاني جدا من الموضوع ده، بتقول انا مثلا ممكن نقعد 7-8 شهور وانا اللي بروح، وانا اللي بتحايل عليه، وانا اللي بحاول، وهو ممكن يرفض مره ويقبل مره، وبتبقى الموضوع سيء جدا جدا. المشكله انه بيجيب المشكله فيها هي، فبتبتدي تفقد الثقه بنفسها، بينتج عنه جوع عاطفي. التباعد الجسدي بيجيب جوع عاطفي على طول، الست خلاص هي مش حاسه بنفسها، بيبتدي يهملها، بيبتدي يخرج كتير ويسيبها ومش عايز يقعد معاها، بتبتدي الست بقى تيجي عايزه بقى بتقول لي انا حلوه، انا حاسه ان هو ان انا ما عجبتوش، بس انا مع اني زميلي في الشغل بيقول لي ان انا حلوه جدا، مع اني قريبي قال لي كذا، بتبتدي خلاص. احنا كسيدات عموما بناخد، بصي بنعرف نفسنا من خلال الطرف اللي قدامنا اللي هو الراجل، يعني لو جوزي شايفني حلوه فانا حلوه. تمام. لو جوزي شايفني وحشه فانا وحشه، فبالتالي هي ثقتها بنفسها بتبقى معدومه تماما. ده كله بسبب تاثير المواقع الاباحيه. طبعا. طب يا دكتور الشخص اللي حضرتك بتقولي وصل لمرحله الادمان، انه بيتعود ان هو يوصل لليفل معين من الافلام الاباحيه وبيأثر ده بالسلب على علاقته بمراته، هل الشخص ده بيبقى مدرك مدى التاثير السلبي اللي حاصل على علاقته بمراته، وبيبقى مقتنع مثلا ان السبب منه او
ان الخلل الموجود ده بسبب اللي هو بيعمله؟ بره مدركين ده جدا. عايز اقول لك ان الطب اصلا ما اثبتش اصلا حاجه علاقه ما بين المواقع الاباحيه وما بين التلف اللي بيحصل في مخ، لحد ما الشباب دول نفسهم عملوا مواقع على الفيسبوك وطلعوا قالوا ان هم عندهم مشكله وعندهم عجز جنسي، فابتدى الاطباء يبحثوا في الموضوع ده لحد ما طلعوا لنا النتائج اللي انا قلت لك عليها دي. انما احنا هنا عندنا في مصر هم ما بيعترفوش بكده، هم دايما شايفين ان الطرف اللي عنده مشكله هو الزوجه، ومهما تحاولي تقنعيه هو مش مقتنع، لدرجه ان حد يقول لي لا طب اثبت لحضرتك ان انا صح. انا قبل الجواز كنت بعمل علاقات كتيره جدا جدا مع بنات، وكنت بفصل لليفل الوحش. اشمعنى معاها هي؟ الخلل عندها هي مش عندي انا. مفيش اعتراف. لا انا هي الخلل عندها هي مش عندي انا ما عنديش مشكله. حتى الزوجه يعني انا في زوجه في مره بتقول لي انا رحت اشتكي لاهل زوجي، قالوا لي انت لو كنت مالي يعني ما كانش عمل كده. فاضطرت تسكت طبعا، هي لبست الليله بصراحه. بالظبط. طب يا دكتور احنا بنشوف دلوقتي كتير من الرجاله ممكن شخص يروح ان هو مثلا يتجوز مره واثنين وثلاثه او يتعدد في العلاقات بحجه العلاقه الجنسيه او ان هو مش مبسوط مع مراته او وتيجي الست في نفس الموقف يتقال لها مثلا انت ليكي بيتك واولادك وتربيه الاولاد وبس، ولو طلبت بعكس كده تبقى جريمه. السؤال بقى هنا ليه المجتمع دايما بيصدر ويوصل رساله ان الست ملهاش حق، او بمعنى اصح ان العلاقه الجنسيه احقيه للرجل وكماليه للست؟ هو المجتمع فعلا بيعمل زي ما انت بتقولي كده، بس مفيش ولا ايه في القران اثبتت صحه ده، ومفيش ايه حديث انكر ان ده من حق الزوجه. دي حاجه طبيعيه، دي غريزه فطريه موجوده عند الراجل موجوده عند الست، بس باختلاف. وليس الذكر كالانثى، احنا مختلفين عن بعض في كل حاجه بما فيهم الجنس. تعالي مثلا هقول لك ان الجنس عند الراجل سريع والجنس عند الست شديد. الراجل بيفكر في الجنس 5 مرات في اليوم، الست بتفكر في الجنس كل 5 ايام. في اختلاف ما بينهم في الموضوع. يعني مثلا هديكي مثال، امراه العزيز القران قال عليها ايه؟ قد شغفها حب. ماشي، حطي ركزي في الحته دي. انا عايزه بس اقول لك ان الجنس عند الراجل مهم، عشان هو الجنس بالنسبه له اهم حاجه عنده بنسبه 90%. ماشي، الست الجنس بالنسبه لها هدف للاشباع العاطفي. هديكي مثل السيده زليخة. تمام. القران وصف السيده زليخة وقال ايه على حبها لسيدنا يوسف؟ وقد شغفها حبه. تمام. عملت ايه؟ خلاص، وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وراودته عن نفسه. ولما رفض ودخل عليها زوجها قالت لا ده هو اللي راودني عن نفسي. حتى لما اثبت بقى براءه سيدنا يوسف جمعت نساء المدينه وقالت لهم ايه بعد ما قطعوا ايدهم؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، ولئن لم يفعل ما امره به ليسجنن وليكون من الصاغرين. انت متخيله الجبروت انها تقف قدام الناس وتقول كده؟ انها في الاخر برضو تطلب مني، انت لو ما اشبعتليش الرغبه دي هتسجن. واتسجن سيدنا يوسف، ولما دخل السجن قالت ايه؟ ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. ولما خرج من السجن اتجوزته. ده بيفصل لك سيكولوجيه المراه. الراجل بيخون واحده بيحبها، بيحب مراته جدا جدا. تمام. بس ممكن يخونها مع اكتر من حد، لان الحب عنده ملوش علاقه بالجنس. الست عندها مستحيل مستحيل تخون راجل بتحبه، هي ممكن تقع في فخ الخيانه من اجل مفهوم الحب. تمام. طب نوصل بقى لحل المشكله يا دكتور، هل الشخص اللي وصل لمرحله الادمان ده ممكن بسهوله انه يتعافى زي ما حضرتك قلتي زيها زي المخدرات او يقدر يتعافى بسهوله ويصلح علاقته بمراته مره تانية؟ بس محتاج حد يعالجه، محتاج حد يساعده. انت متخيله مثلا حد بيدمن الكوكايين او الهيروين، لو قفل على نفسه الباب وانقطع هيبطل؟ بتبقى في اعراض انسحاب طبعا. كذلك برضو نفس القصه في مدمن المواقع الاباحيه، على فكره خطورته اشد كمان وبيبقى اصعب، بس في الاخر هو محتاج خطه علاجيه يمشي عليها وبيرجع تمام زي الاول واحسن كمان. تمام. طب انا بالنسبه لي بقى في حاجه خطيره جدا يا دكتور. يعني ايه منتج من المنتجات الاباحيه دي يبقى في متناول الاطفال والمراهقين؟ لدرجه ان انا لقيت احصائيه هقولها لحضرتك، ان في سنه 2008 14.5% من الاولاد تحت سن 13 سنه بيتفرجوا على الافلام الاباحيه، وتعادت الاحصائيه مره تانية على نفس الشريحه والنسبه ارتفعت ل 48%، وتعادت الاحصائيه تاني في سنه 2017 وصل عدد الاولاد اللي بيتفرجوا على الافلام الاباحيه ل 69%، وبقت نسبه البنات في المشاهده 23%. يا ترى ايه هو بقى مدى خطوره وتاثير المواقع والافلام الاباحيه على اطفال في السن ده؟
أشد خطرا من البالغين، لأن المراهق والطفل ده لسه دماغه مرنة، لسه بتتكون، لسه بتتشكل، لسه مش عارف الصح من الغلط والحلال من الحرام. فده احنا بنسميه التعرض المبكر، هو لسه في سن صغير جدا جدا وتعرض لحاجة زي كده. تخيلي شخص عنده 11 سنة أو 12 سنة بيتفرج وبيدمن الأفلام الإباحية لحد أما بقى عنده 30 سنة. انت متخيله ايه اللي ممكن يحصل؟ بتيجي الام تقول لي الولد قافل على نفسه طول الوقت، الولد جسمه نحف جدا، وشه مصفر على طول، الولد تاخر جدا دراسيا، وبتبقى وتقول الولد ابتدى يمارس الموضوع كل يوم. بيحصل بصي كده النتائج الثانويه العامه، شوفي مين اكثر نجاحا، الذكور ولا الاناث؟ شوفي خريجين الجامعه مين اكثر نجاحا برضو، الولاد ولا البنات؟ هتلاقي ان في تاخر دراسي. ده في ناس بتحصل لهم كمان تأتأة وتلعثم، تخيلي. طبعا هو اولا بيحس بشعور بالذنب قاتل جدا جدا في الاول، وبعدين بيعتاد الامر سهول، يعني هو بيعتاد الامر خلاص، فالموضوع بالنسبه له بيبقى سهل بقى بعد كده. هو ايه اصلا يا دكتور اللي يخلي مثلا طفل تحت ال 11 سنه انه يوصل للافلام والمنتجات دي او انه يتفرج عليها؟ عايز اقول لك اللي هي برضو سهوله التناول. انا كل طفل معاه موبايل في ايده، ده ممكن يبقى بمحض الصدفه فتح شاف حاجه كده فطلعت له، فجاله شغف يشوف الدنيا فيها ايه. فممكن عايز اقول لك الانكت من كده ان هو ممكن يمسك موبايل بابا، فبابا يبقى اصلا بيتفرج على حاجه زي كده ونسي يمسح الهيستوري بتاعته، فالولد بيبتدي يفتح ويقع قدامه المحتوى ده، فبالتالي ايه ده، بابا اداني بيرميشن بقى، ده انا هتفرج، ده بابا نفسه بيتفرج. كمان في سبب مهم جدا، العنف الاسري اللي بيقع على المراهق بالذات، لان المراهق بيبقى في فتره صعبه جدا، بيبقى عنده خلل كبير جدا في الهرمونات. هو نفسه ما بيبقاش راضي عن نفسه في الفتره دي، بيبتدي يتعرض لانتقادات كتيره. ودايما اقول للاب، الحزام اللي انت بتجيبه وبتلبسه ده عشان يزين البنطلون بتاعك، مش عشان تضرب بيه ابنك، لان ده للاسف بيخلي الولد الملاذ بتاعه الوحيد ان يقفل على نفسه اوضته ويبتدي يمارس الماستر بيشن عن طريق مشاهده الافلام الاباحيه دي. تمام. طب يا دكتور احنا ممكن يكون حب استكشاف على فكره. في ولاد كتيره بتعمل كده، حب استكشاف. طب بنلاقي يا دكتور دلوقتي ان كتير من الاباء والامهات بيتهربوا او بيهملوا الكلام في الامور الجنسيه مع اولادهم، او بمعنى اصح ما عندهمش القدره على التعبير ان هم يتكلموا في الامور دي مع اولادهم. هل التربيه الجنسيه امر مهم وحيوي فعلا لاولادنا؟ ومن امتى الاب او الام يقدروا يتكلموا مع اولادهم في الامور اللي زي دي؟ التربيه الجنسيه امر مهم جدا جدا جدا. ودايما اقول للام والاب، في طابور طويل عريض نفسه يعلم ابنك التربيه الجنسيه. الميديا نفسها تعلم ابنك، اصدقاء السوق عايزين يعلموه، المعلمين في المدرسه عايزين يعلموه. من فضلك ارجوك خليك في اول الطابور، انت اول واحد تعلم ولادك التربيه الجنسيه. سهل ان انا اعلم طفل معلومه، بس صعب جدا ان انا اصحح له معلومه. بالضبط. عشان كده بقول للام والاب والام، اعملوا جسر تواصل ما بينكم وبين اولادكم، ودخلوا المعلومات تدريجيه. يا غدا انا عايزه اقول لك ان التربيه الجنسيه دي اللي الناس مش فاهمها بتبدا من اول يوم، من اول يوم ولاده انا بعلم الولد التربيه الجنسيه من اول يوم. من طب أول ازاي يوم. بقى الطفل ما بيبقاش عنده وعي اصلا؟ مش بالكلام، بالتصرفات. احنا فاكرين ان الطفل ما عندوش وعي، وفاكرين ان الطفل ده ملوش وظيفه في الحياه. الطفل ده بيسجل كل حاجه، هو نايم في مكانه بس بيسجل الناس اللي حواليه بتعمل ايه. لما تيجي ماما مثلا بتغير بامبرز، اذا ماما بتقفل الباب، انا محدش بيبقى واقف معايا خالص غير ماما، مش اي حد بيشوفني غير ماما، بيبتدي تنمو عنده فكره ان انا في الوقت ده وفي التوقيت ده محدش بيشوفني غير ماما. لما بيكبر شويه وتيجي ماما مثلا تساعده عشان ياخد شاور مثلا، الام بتبتدي تقول له انا مش المفروض اشوفك، انا هغمض عينيا، انت لسه صغنن، فانا بساعدك، بس المفروض لما تكبر انا ما اشوفكش، لانك انت جسمك ده يخصك انت. بالزبط. ده ملكك. أفهمه انت. افهمه معنى الخصوصيه بمعنى اصح. يكبر شويه مثلا سنتين ونص، ببتدي بعلم بقى الولد العورات، البنت بتنزل البسين لابسه ايه، والولد بيبقى لابس ايه. عارفه انت الحته دي لازم اعمل جسر تواصل، وادخل جرعه تربيه جنسيه من فتره للتانيه للطفل. امتى يا دكتور بقى السن اللي ابدا فيه الكلام مع الطفل في الامور الجنسيه؟ ما انا قلت لك اهو يا غاده، احنا من سن شوفي سنتين ونص احنا بنبتدي نتدرج في المعلومات، عشان نوصل بقى لحد ما يجي السؤال المحرج اللي بنتساله كلنا، ويا ماما انا جيت ازاي، ويا بابا انا جيت ازاي، وتلاقي الاجابات المبهره بقى. جبناك من عند البقال كان فيه باقي كده واشتريناك، جبناك من قدام جامع. انا واحده من الناس اللي من سنين طويله بنتي سالتني، مامي هو احنا جينا ازاي؟ قلت لها بصي، احنا انا جبت سكر وحطيته كده تحت السجاده، تاني يوم الصبح لقيتك. انا حرفيا يا غاده قمت لقيت النمل مالي البيت كله جدا. هي فعلا حطت سكر؟ حطت سكر، هي عايزه تشوف، فبتقول لي ماما انا حطيت سكر بس جه نمل. قلت لها لا، اصل ده سكر تموين حبيبي، التاني كان سكر عالي شويه مش ده.
وكان ده السبب الرئيسي اللي خلاني اروح ادرس تربيه جنسيه وادخل في الموضوع ده واتعمق، لان فعلا الموضوع صعب، لازم يبقى في تدريج، لازم يبقى في جسر تواصل ما بين بنتي عشان لما تيجي تسالني يبقى انا اول واحده بجاوب عليها. بالظبط، ما ينفعش اتهرب وفي الاخر هو يروح يعرف من صاحبه او يقلب في التليفون عشان يعرف يعني. تمام. طب احنا كده يعني فهمنا من حضرتك مدى تأثير وخطورة المواد الإباحية لو كان مثلا على الشخص البالغ أو المراهق، أو تأثيره السلبي على الزوجة بمعنى أصح. وفهمنا اختصارا لكلام حضرتك إن لو استقامت العلاقة الجنسية استقامت العلاقة الزوجية بشكل كبير. نصيحة بقى أخيرة من حضرتك كده من مجال خبرتك في مجال الاستشارات الزوجية لكل البنات اللي لسه مقبلة على الزواج، يا دكتور إزاي تتواكب وتتعامل مع الموضوع في ظل انتشار المواقع الإباحية المنتشرة بين الشباب، إذا كان بقى يعني تأثيرها بعد كده على علاقتها بزوجها، إيه البنت المفروض تعمله؟ بصي، هو أنا هوجه نصيحتي للبنات اللي اتجوزوا واللي كمان ما اتجوزوش. السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه راحت لسيدنا النبي قالت له: يا رسول الله، إن الرجال تفضلوا علينا بأمور كثيرة زي صلاة الجنازة وصلاة الجماعة والجهاد في سبيل الله، وهم بيعملوا ده بقى إحنا بناخد بالنا من أموالهم ومن أولادهم، أنؤجر على هذا؟ هنشاركهم في الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا أسماء، اخبري من ورائك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل ذلك كله. يعني تخيلي بقى اللي انا عايزه اقوله لك، ان كل حاجه بتعمليها علشان تعفي بيها جوزك انت هتؤجري عليها. ابذلي مجهود شويه، اتعلمي، انت داخله على ليفل وحش، داخله على حاجه بقت منتشره، مش بس طاعه الزوج، ثقفي نفسك، استغني عن طقمين ثلاثه من اللي بتحطيهم في النيش، وروحي خدي كورسات. في مؤسسات في مصر بتدي كورسات بتعلم فيها البنات كيفيه التعامل مع الراجل، بتديها الخريطه الجنسيه للراجل والخريطه الجنسيه كمان للست عشان تحظى بعلاقه فيها بتبقى اكثر يعني في حاجه مظبوطه في العلاقه. لازم البنت تتعلم الحاجات دي كلها، لازم كمان تبقى شاطره شويه، اهتمي بنفسك بره البيت وجوه البيت. بزعل قوي لما بلاقي واحده حلوه جدا بره البيت ومهتميه وجوه البيت مفيش خالص. لا، يعني الزينه اصلها موجوده في البيت، لازم تهتمي بالراجل. انا دايما اقول للست: خليكي شاطره، اعملي رابط ذهني ما بينك وما بينه. تمام. يعني ايه مثلا يا غاده؟ ممكن الرابط الذهني ايه؟ المساج، كل يوم قبل ما ينام 10 دقائق بس مساج. والله بجد العشر دقائق دول مجرد 40 يوم بس، هو اتعود على لمسه ايديك، يتعلم على بصمه المخ، سجل بصمه ايدك. بالزبط. مستحيل يعرف ينام عند مامته وعند صاحبه ويسافر ويسيبك، عشان هو مش عارف ينام اصلا، هو مش هيبقى فاهم ايه اللي حصل، بس هيبقى عارف ان انا مش هعرف انام لما بيتعمل لي مساج، مش من اي حد، انا المخ سجل بصمه ايدك. عملت له رابط ذهني بمعنى اصح. ارجوكي اصحي بدري، ما ينفعش جوزك يخرج وانت نايمه، لازم اخر حاجه يشوفها انت، لازم ما تخرجوش من غير فطار، ابذلي مجهود شويه، اخر حاجه يشمها ريحتك، اخر حضن ياخده يعني اول واخر يعني حضن ياخده منك قبل ما ينزل، الحاجات دي مهمه، الحاجات دي بتقوي الروابط جدا ما بين الزوج والزوجه، بس احنا بنغفل عنها او بنتغافل او ما بندهاش اهميه. لا، الحاجات دي مهمه جدا. طب يا دكتور، نصيحه بقى نقولها للزوج او للراجل بمعنى اصح. هقول للراجل حاجه، ربنا سبحانه وتعالى اداك قوامه عقليه واداك قوامه بدنيه، بس ما اداكش قوامه عاطفيه. القوامه العاطفيه كانت من حق الزوجه. الست عاطفتها اقوى، وربنا سبحانه وتعالى خلق عاطفتها اقوى علشان تستحملك، عشان تستحمل غضبك المبرر والغير مبرر، عشان تستحمل خياناتك الكتير المتكرره وتقول معلش يلا المركب تمشي. من فضلك ركز على حته العاطفه، مش هتخسر حاجه لما تقول لمراتك كل يوم ان انت بتحبها. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك: لما تحب حد قول ان انت بتحبه واخبرها عشان يطمئن. هي اكتر واحده محتاجه تطمن بكلمه بحبك كل يوم قبل ما تنام. من فضلك اهمس في ودنها وقول لها ان انت بتحبها. الكلمه دي على فكره ستات كتير قوي بتبقى نفسها فيها بجد. علشان كده بتلاقي ملاقي ست ممكن تروح بس عشان تسمع كلمه من حد زي دي. طب انت اولى، ما انت قاعد على الفيسبوك وعلى الماسنجر طول الوقت، دي حبيبتك ويا روحي ويا عمري، وعمال للاسف طاقه ايجابيه عماله تتنطور منك يمين وشمال. في بيتك برضو نطور لنا كده شويه كده، واهتم بمراتك وقول لها شويه كلام حلو، يعني هو كله في ميزان حسناتك. متشكرين جدا، وحضرتك نورتينا وشرفتينا. كان نفسنا يعني نكمل نصايحك الجميلة حبيب. وحضرتك أسعدتينا بجد ونورتينا وشرفتينا. دكتور عبير طلعت، استشاري علاقات زوجية وأسرية وأخصائي صحة نفسية. مرسي حبيبي. مرسي يا دكتور. صباح الخير. مشاهدينا الكرام، للأسف انتهى وقت حلقتنا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم وأفادتكم. استنوني إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة بإذن الله من برنامج النص الحلو.